هي كانت بطبيعة الحال في كثير من الأحيان ولا بعض الأحيان كيمكن يتبادر للذهن أنه ولا يقولوا بعض الناس ولا الشيطان يوسوس الإنسان ويقول له أعطوك وظيفة شمن وظيفة وغادي تسمع ربما النفايات كلها غيقولوا غتسوق كاميو زعما. لا أنا كنقول لهم وجهت الكلمة لهذا الشباب قلت لهم لا ماشي مهم أنك تخدم تكون عندك منصب عالي ولا مرت ولا طايح، ماشي مهم تكون كتشد 20000 درهم ولا ربما 3000 ولا 4000 درهم، المهم هو أن الإنسان يعيش حياة كريمة. البركة كيعطيها الله للإنسان، والإنسان اللي حب المهنة ديالو أداها بكل إخلاص كيف ما كان الحال حسن أنه يسعى وحسن ما يكون عايش تعيس. كنعرفوا ناس بزاف تعساء في عمل ربما كيشدوا منه بزاف ديال الفلوس وكيحطوا راسهم على الخط وما كينعسوش كيعيشوا معذبين في حياتهم. افضل شيء هو ان الانسان يتعب وفي اخر النهار يحس بالارهاق ويحط راسه على المخده ويشهد وينعس مرتاح. الراحه الروحانيه وديال النفس ديال الانسان اغلى من هذا الشيء كله، هو اللي خلاني بطبيعة الحال نحس بهذيك اللحظه لانه شعرت وجدتني هذيك الجمله الايه اللي كيقول الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم والكريم واما اليتيم فلا تقهر. كنحس ان الايتام اليوم وحنا شوف ما شاء الله عليك شكرا سيدي انه فعلا هاي الورده وجات وهذه هذه الورده كنهديها ونختم بها نهديها لكل واحد يتيم، كل واحد محروم، كل واحد كيحلم بالغدا ان شاء الله وربما كيعيش حالة يأس. كنقول له الامل في الله كبير واكيد اكيد لكن قلبك كبير ربي غيجيب لك اللي غيساعدك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.